أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب 3 مشروعات قوانين لإقرارها والموافقة عليها، والقوانين هي مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إضافة إلى بعض التعديلات على مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 84 لعام 1968 بشأن الطرق العامة. في سياق متصل، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، ويتضمن التعديل عقوبات للتلاعب بالبورصة تصل إلى السجن لمدة تتراوح من 2 إلى 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 20 مليون جنيه.